السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا اين وصلت الاشغال بالمحطه نتاع الانماط المتعدده، هذه لا ستاسيون ملتي مودال اللي تقع في بير خادم، واللي فيها عده كل انواع المواصلات من حافلات وتاكسي، وكذلك سوف يكون فيها توصيل المحطه هذه بالتراموي. إذا هذا هو، وبدأت الآن تظهر الملامح نتاع هذه المحطة اللي راني نشوف فيها سوف تصبح عالمية بعد ما تم توسيعها وتوسيع الطرقات حول المحطة. إذا رانا نشوف بأنه المحطة هذه راح تكون يعني مقاييس دولية، وكذلك سوف تكون ضخمة والشكل رائع، يعني التصميم نتاعها. اذا خاصة بعد ما يتم تغطيتها، اذا شيء جميل ان شاء الله تكون فيه محطات اخرى. للعلم انه بالنسبة للجزائر العاصمة المفروض فيه 3 محطات من هذا النوع في الجنوب والشرق والغرب نتاع المدينة نتاع الجزائر العاصمة، وإن شاء الله تكون فيه مشاريع من بهذا النوعية وهذا الزخم وهذا التصميم يعني في كل المدن الكبرى في الجزائر. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.